صباح الخير رابع، درسنا اليوم راح يكون وحدات قياس الطول. بدنا نبلش بوحدة جديدة اللي هي وحدة رقم 14، هي اسم الوحدة الطول. فاليوم أول درس فيها وحدات قياس الطول. الهدف من هذا الدرس، في عنا مصطلحات بدنا نعرف إيش هي، اللي هي المليمتر، السنتيمتر، والديسيمتر، والمتر، والكيلومتر. هدول الوحدات بسميهم، هدول الوحدات بستخدمهم عشان أقيس فيهم الطول. هاي أول شغلة بدنا نعرف إيش هم هدول الوحدات. ثاني إشي، أنا بدي أقيس أشياء معينة، بدي أعرف إيش وحدة القياس اللي رح أستخدمها حتى أقيس طول هالأشياء اللي عندي إياها. خلينا نشوف. هلأ في عندي وحدة المليمتر، برمز لها بالرمز هاد، وعندي وحدة السنتيمتر برمز لها بهذا الرمز، ووحدة الديسيمتر برمز لها بالرمز هاد، بينما وحدة المتر برمز لها بهاد الرمز. اوكي، هلأ في عنا وحدة الكيلومتر برمز لها بالرمز هاد. وحدة المليمتر ووحدة السنتيمتر بستخدمهم عشان أقيس طول لأشياء صغيرة، بينما وحدة المتر ووحدة الكيلومتر هدول بستخدمهم عشان أقيس طول الأطوال الكبيرة. تمام. هلأ مثلا لو عندي قلم رصاص بدي استخدمه عشان اقيس طوله، هاي قلم الرصاص بدي اقيس طوله، لازم استخدم المسطرة. كلياتنا بنعرف المسطرة، بستخدم المسطرة عشان اقيس طول قلم الرصاص. هلأ كيف بدي اقيس قلم الرصاص؟ هلأ شايفين هذا الصفر اللي بالمسطرة هون، وضحها شوي. هذا الصفر اللي بالمسطرة اللي من جهة السنتيمتر، هاي القياسات الصغيرة. بثبت أول إشي لازم يكون بشكل مستقيم، طلعوا كيف رح أقيس، لازم يكون بشكل مستقيم. بثبت الصفر تاع المسطرة، الصفر تاع المسطرة هيو عند بداية القلم. هلا ببلش باخذ القراءة، صفر واحد اثنين ثلاث أربعة. طب ما انتهى القلم، انتهى القلم وين؟ عند قراءة 16 هيو. بالتالي بلش من عند الصفر وانتهى عند قراءة 16، بالتالي طول القلم هاد 16 سنتيمتر. تمام. نرجع نكمل درسنا. هلأ مثلا لو بدي أقيس طول الباب بغرفة الصف، أو طول الباب الغرفة اللي عندك، بالعادة طول الباب بيكون عبارة عن 2 متر. 2 متر هي إيش؟ كمية كبيرة، فطول كبير 2 متر بالنسبة مثلا لطول القلم اللي هو طلع معنا 16 سنتيمتر. طيب هلأ في عندي قطعة نقد، أوكي، إذا بدي أقيس سمكها، شو يعني سمكها؟ سمكها هيو هاد، هيك هاي من هون، هاي البداية
هاي النهاية. سمكها هاي قديش بده يكون؟ مثلا 2 مليمتر، فمليمتر كمية كتير صغيرة، فبقيس فيها ايش؟ طول سمك سمك قطعة النقد. تمام. هلأ في مثال بالكتاب تاع الطالب، طلع عندك على طول المسمار. طول المسمار طلع وين حط لك البداية؟ عند الصفر. هيها طول المسمار كانت البداية عند الصفر. يمكن بالكتاب أوضح إذا بتشوفها، أوضح من التصوير عندي. أوكي، هاي البداية عند الصفر وانتهى وين؟ عند طول 4 سنتيمتر. فهلأ القراءة هاي بالسنتيمتر، أما لو تأخذ هدول القراءات الصغار، الشحطات الصغار اللي في المسطرة، هم عبارة عن قراءة المليمتر. هلأ خلينا نشوف هون، قاسل لك طول المسمار طلع عبارة عن قديش؟ حتى مش موصل كان للأربعة سنتيمتر، طلعوا لوين موصل؟ هلأ أخذنا السنتيمتر 1، 0، 1، 2، و3. هلأ 3 سنتيمتر، بس هو أكتر لسه من 3. هلأ نعد، عندي 1، 3 سنتيمتر هي عبارة عن 30 مليمتر. هلأ تعالوا نشوف، في عندي هون بعد 3 سنتي 1، 2، 3، 4، 5، هاي الشحطة هيك الوسط جاية إنها 5، بعدين 6، 7. أوكي، فطول المسمار هو عبارة عن 37 مليمتر أو 38 مليمتر، إذا بتشوفها بالكتاب وبتعدهم بيكون أدق. طيب هلأ هون أنا حكيت معلومة إنه 30، إنه 30 مليمتر هي عبارة عن 3 سنتيمتر. طب يا مس هاي المعلومة كيف أنتي أعطيتينا إياها؟ هلأ في عنا دائما درج، هذا الدرج دائما أصغر درجة فيه هي المليمتر، بعديها بتيجي درجة السنتيمتر، بعديها درجة الديسيمتر، بعديها تيجي درجة المتر. هون خلينا نشوف، بين كل درجة والتانية في عندي 10. هلأ في قصة دائما أنا بحكيها للولاد، إنه في عندي أنا أخت، هاي أختي أصغر مني، أختي الأصغر مني هي دائما كثير كويسة، بتحكي أنا بدي أروح أقسم مصروفي بيني وبين أختي الكبيرة اللي هي أنا. فبتيجي هاي أختي كونها هي صغيرة تطلع عندي على الغرفة، هاي طلعت الدرجات. طيب مدام طلعت الدرجات وحكت بدي أقسم المصروف بيني وبين أختي، فبدها تكون العملية قسمة. هلأ أنا نوعا ما شريرة، حكيت أنا بدي أنزل على أختي، فنزلت الدرجات وبدي أروح أضربها عشان أخذ مصروفها منها، بالتالي أنا الكبيرة انزلت عند أختي الصغيرة وضربتها وأخذت مصروفها، بينما هي شو عملت؟ هي أختي الصغيرة طلعت لعندي على الغرفة وقسمت مصروفها بيني وبينها. طيب من هاي القصة شو بدنا نستفيد يا رابع؟ باجي بحكي كونه الصغير بده يطلع عند الكبير، يعني مدام بدي أطلع الدرجة طلوع بدي أقسم كل درجة بطلعها بعشرة، أما إذا أنا الكبيرة بدي أنزل عند الصغير بدي أضرب كل درجة بعشرة. بالتالي لو جيت بدي أحول بين المتر للديسيمتر، باجي بحكي من المتر للديسيمتر أنا نزلت، فبقديش بدي أضرب درجة واحدة اللي هي
10. طيب من الديسيمتر للسنتيمتر برضو انزلت درجة فبدي أضرب في 10. من السنتيمتر للمليمتر انزلت درجة بدي أضرب ب10. طيب نيجي نشوف هلا لو بدي أعمل عملية العكس، إنه أنا مليمتر بدي أطلع عند السنتيمتر، من المليمتر بدي أطلع عند السنتيمتر، فبدي أقسم على 10. طيب السنتيمتر بدها تطلع عند الديسيمتر بدها تقسم على 10، والديسيمتر لما بدها تطلع عند المتر برضو بدها تقسم على 10. تمام؟ طيب خلينا نعرف هدول المعلومات الأولية، بعد هيك رح نبلش بمعلومات أوسع. فهاي المعلومة يلي أنا حكيتها إنه 30 مليمتر لـ3 سنتي رح نوضحها في الدروس اللي جاي. فهلا هون بدي إياك تعرف إنه المتر والكيلومتر بقيس فيهم أطوال كبيرة، والمليمتر والسنتيمتر بقيس فيهم أشياء صغيرة. في عندي الديسيمتر جاي بين هدول الوحدات اللي هي وحدات كبيرة ووحدات صغيرة ووحدات كبيرة، فالديسيمتر هي تقريبا للأشياء الوسط. وبدنا نعرف هذا الدرج، إنه من المتر للديسيمتر بدي أضرب ب10، من الديسيمتر للسنتيمتر بدي أضرب ب10، ومن السنتيمتر للمليمتر بدي أضرب ب10. أما إذا بدي أطلع طلوع، من المليمتر للسنتيمتر بدي أقسم على 10، ومن السنتيمتر للديسيمتر برضو بدي أقسم على 10، ومن الديسيمتر للمتر بدي أقسم على 10. تمام، خلينا نشوف بكتاب، خلينا نشوف كتاب التمارين. تعالوا مع بعض نشوف كتاب التمارين. بحكي لك استخدم المسطرة لقياس الطول ثم أكمل الفراغ في الجدول الآتي كما هو مناسب. تمام، خلينا نشوف طول هذا البرغي. طول هذا البرغي زي ما حكينا بثبت بداية البرغي عند الصفر وانتهى وين؟ عند 2 سنتي. طيب هلا البرغي كطول هو عبارة عن 2 سنتيمتر. طيب هلا هون ما بحكي لي بدي اياها سنتيمتر، بدي اياها ملي متر. فبرجع للورقة اللي انا شرحت عليها، من السنتيمتر للمليمتر بدي اضرب ب 10. طيب هاي حكينا من السنتيمتر للمليمتر بدي اضرب ب 10. طيب سؤال، هلأ لما كان عندي 1 سنتي ضربت ب10، ضربت الواحد ب10 أعطتني 10. طيب إذا كان عندي 2 سنتيمتر بدي أحولها للمليمتر، لما كان عندي 1 ضربت ب10 أعطتني الناتج 10. طب لما كان عندي 2 سنتيمتر باجي بحكي 2 ضرب 10 رح تعطيني 20 ملي متر. قديش رح تعطيني؟ 20 ملي متر. كمان دور بعيد، هلا طول البرغي طلع 2 سنتيمتر، عشان احول انا بعرف انه الواحد سنتي بتعطيني 10 ملي. طيب اذا كان عندي 2 سنتيمتر باجي بحكي كونه انا بدي امشي من السنتي للملي بدي اضرب ب10، شو الرقم اللي معي حتى اضربه ب10؟ 2. تعال اضربها ب10 شو بتعطيك؟ 20 مليمتر. طيب تعالوا نشوف قلم التلوين، تعالوا نقيس مع بعض. بحط البداية عند الصفر ونهاية القلم وين اعطتني؟ قراءة 12، ف12 سنتيمتر.
شو بده القراءة بال 12 سنتي؟ بحط 12 سنتي. طبعا هون الجواب طلع معانا بالمليمتر، هيو 20، فبهون حط هون 20، وهون طبعا بالرموز 20 مليمتر، هاي رمز المليمتر، وقراءة السنتيمتر هاي رمزها، فبحط 12 لأنه القراءة طلعت معاي 12 بدون تحويل. طيب تعالوا نشوف قلم الرصاص كيف بدي أقيس. باجي بحط الصفر عند البداية، والنهاية لوين وصلت؟ لعند قراءة 16، فباخد طوله 16 سنتيمتر. شو بده الوحدة؟ سنتيمتر، فشو بحط؟ 16 سنتيمتر. شو رمز السنتيمتر؟ هي، فبحط 16 سنتيمتر. تمام، خلصنا أول سؤال. تعالوا نيجي على السؤال الثاني. بحكي لي استخدم المسطرة لقياس طول الأقلام فيما يأتي. أول إشي بدي أجيب المسطرة وبدي أقيس طول الأقلام. بحكي لي هون البداية عند الصفر، النهاية وين أعطتني؟ 12 سنتيمتر. هاي أول قلم. تعالوا نشوف القلم الأصغر هذا اللي تحت. في عندي هون البداية عند الصفر، والنهاية وين إجت؟ هيها عند 5 سنتيمتر، فبسجلها 5 سنتيمتر. تعالي نشوف هون البداية عند الصفر، والنهاية عند 8 سنتيمتر، فبقيس 8 سنتيمتر. بينما هون البداية عند الصفر، والنهاية وين؟ عند 12، فهي 12 سنتيمتر. طيب تعالوا نشوف هون البداية عند الصفر، هيها، والنهاية وين؟ برضو 12 سنتيمتر. طيب بالسؤال بحكي لي أحوط الأقلام الثلاثة التي تتساوى في الطول. هاي طولها 12 سنتي، وهون الطول 5 سنتي، وهون الطول 8 سنتي، وهون 12 سنتيمتر، وهون 12 سنتيمتر. فلما يحكي لي أنا بدي الأقلام اللي بتتساوى في الطول، فبحوط دائرة حول أول قلم، والقلم القبل الأخير، والقلم الأخير. بحط دائرة على هدول الثلاث أقلام لأنه طولهم 12 سنتيمتر. طيب